سعيدة اليوم أنني بهذا الحشد الكبير ديال الصحافة الوطنية اللي بلا بكم نتوما صراحة ما كيوصلش الصدى ديالنا للجمهور المغربي. ميرسي أفو كلكم، شكرا للجمهور البيضاوي اللي جا اليوم الميغاراما خدع عن الطريق وعن الوقت أنه يجي يتفرج في هوليوود سمايل. سان فيلم كوميك 100% ديال لا فامي، شي حاجة ما كاين لا تخسر الهضرة لا والو بيان سور، شي حاجة جميلة بزاف تقدر تفرج معاها أنت ولا فامي ديالك سون سوسي. ألوغ لو رول ديالي في هذا الفيلم هذا وديال فاتي مرات هذا رفيق بوكر صانع الاسنان، واللي اشاك فوا كنقول لي ما تقول صانع اسنان قول طبيب. لو رول ديالي هو لعابه مع العونيات. كنبغي نشكر علي الطاهري بيان سور اللي كان ساعدني بزاف بزاف هذا لو رول هذا، اي واحد الجروب شعبي من مدينه محمديه ديال بشرى اللعابه اللي حتى هو كان عطاني بزاف ديال لي زاستوس ديال انك كيفاش تكون لعابه ناجحه. ففيلم كوميدي كما بغيت نقول لكم فيه واحد الرساله ديال انه الحاجه اللي ما كانش مكتوبه لك عمرك ما غادي تقبضها. احنا عالجنا المشكل هذا بطريقه هزليه كوميديا، فكنبغي نقول لكم من خلالكم مرحبا بالجمهور المغربي كل هو الهوليوود سمايل. بوغ لانستون انا غنجاوبك جواب واحد، انا ممثله كنلعب دراما وكنلعب كوميدي. شنو يقبل جمهور كثير هذا الفيلم غادي يمشي بها الكل؟ الحمد لله جمهورنا المغربي كيحمق على شي حاجه اللي هي جيده، كيموت على الممثلين ديالو، كيحمق على الافلام اللي كنعطيوهم. ف بيغ لوف